طيب احنا زي ما حضرتك عارفه، وبما ان ميرفت جابت سيره الاطفال، ففي اطفال كتير قوي بيبقى لسه هتكمل السنه، الام ابتدت تدوق الطفل الحاجه الحلوه، ابتدى يحبها، يعني عايز شبطان شكلها حلو فيها الوان كتير. حضرتك عامله حاجه اسمها سيف كيك. سيف كيك قولي لنا ايه هي سيف كيك، وايه مفيده مثلا لاولادي او امنه ان انا اديها لابني اللي لسه بيبي لسه هيكمل سنه او عنده سنه سنتين. دي اكتر حاجه انا بحبها بصراحه، لما بشوف البيبيز بيعملوا لهم فوتو سيشنز ومعاه تورته صغنطوطه البيبي كده وبيتصور بيها. دي انا عاملاها للحاجات دي، للايفنتس دي، ان هي تبقى معموله بالعسل الابيض الطبيعي، ما بحطش فيها سكر، بحاول اقلل يعني، ما بدخلش جسمهم السكريات. دي الحاجات اللي قدامنا دي ولا لا؟ انا مش عاملاها النهارده. مش عاملاها النهارده، مفيش اطفال. انا قلت لو في اطفال كنت عايز الحب ده بتاع الكبار بس بعملها بالعسل الابيض الطبيعي، ما بدخلش فيها سكر خالص خالص، وبعمل منها كب كيكس. يعني ممكن تتعمل منها كب كيك برضو بالعسل الابيض من غير سكر، الام بتبقى مبسوطه ومش حاسه بالذنب، والبيبي مبسوط ومفيش سكريات كتيره داخله جسمه. احنا عارفين في السنه الاولى الام بتبقى نفسها تاكله كل حاجه، أيوة. بس على الاقل يبقى ماسكين الموضوع برضو شويه. هما كمان الاطفال بيقعدوا يشبطوا في الاشكال الحلوه اللي قدامنا زي فانا اعملها له بالعسل الابيض، هتكون سكر معقول كده ومش يدخل في جسمه كده في الدايت. ايه مكوناتها ممكن تبقى؟ بصي انت زي الكيكه العاديه، بس بدلي اي حاجه بدل ما يكون سكر حطي عسل ابيض. صحيح، بس زوديه شويه لان العسل الابيض بيبقى طعمه مش زاعق، ناعم. فانت لو عايزه تخليه محلي شويه زودي، يعني لو انت بتحطي كوبايتين سكر حطي 3 عسل بحيث تدي سكر. لو عايزاها تبقى خفيفه خليها زي السكر العادي، بس هتبقى ناعمه في السكريات. وبيطلع طعمها شبه التورت العاديه خالص اللي احنا متعودين عليها. مفيش اي حاجه، بس البيبي بيبقى انت بتاكليها له مش حاسه بالذنب، بقى ده سكر كتير داخل جسمه وبتربي له خلايا دهنيه، يعني كده افضل يعني. طيب نرجع للكب كيك الحقيقه والتزيين، يعني انا عشان ازين الكب كيك ويبقى شكله حلو اعمل ايه؟ هل يعني مؤخرا دايما بنلاقي التورت والكب كيك وكده بعجينه السكر، هل عجينه السكر دي مناسبه وحلوه، ولا يمكن انا شايفه حضرتك هنا اهو الكب كيك، يا ريت الكاميرا تجيبها فيها زي جليتر كده برضو، كلمينا عنه ايه ده؟ يعني الجليتر تقابل، انا ما فيش حاجه بحطها على حاجتي غير وتكون يعني صحيه وقابله للأكل. أكيد. لكن التزيين لا، يعني ممكن تعملي، هما فعلا ما بيطلبوش كتير قوي عجينه السكر، بيحاولوا يبعدوا عنها، فممكن اعوضها لهم بالكريمه. متهيألي في بتاعت كريسماس والحاجات اللي بتبقى محتاجه اشكال معينه دي بتبقى مهمه قوي عجينه السكر. هو حلاوه عجينه السكر ان بتفني، يعني بتديكي مساحه انك تعملي اشكال وتشتغلي بايدك كرافتنج، فبتبقى متعه للشخص نفسه اللي بيشتغل. اوكي. وصعبه، اصعب من الكريمه. الكريمه لو جبتي شويه كريمه وزينتي تمام، لكن عجينه السكر فردها وانك تعملي منها اشكال بتاخد منك مجهود. وقت كمان. ف لا دي طيب اللي قدامنا دي كريمه عاديه، كريمه عادية وبنحط عليها، وحطيت عليها الجليتر القابل للاكل دوت وبس.